أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي وملاي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة، وإلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه من هذه المناسبة، و بهذه المناسبة نبدأ برامجنا بكلمة للحسينية. يتفضل الأستاذ أبو زيد بإلقائها، مشكورا. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. شو تسوي له بعد؟ هو غيرها من يمه. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. كان لأهل نجران نقاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث طويل لم يتوصلوا فيه إلى نتيجة، حتى نزلت الآية بالمباهلة فاجتمعوا للمباهلة، لكنها لم تتم لسببين. السبب الأول خوفهم من أن تصيبهم دائرة السوء، والسبب الثاني هو صدق حامل الرسالة الإسلامية، فلو كان شخصا عاديا لما دارت الدائرة عليهم ولا نجحوا فيها، لكن هو الصدق، وكلمة الصدق نأخذها من شيخنا الفاضل الشيخ عباس الزيداوي، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. مر علينا في هذا الأسبوع، وهو آخر أسبوع من ذي الحجة المبارك، بعض الأحداث الهامة التي تخص الولاية العلوية. القضية الأولى التي مررنا بها وهي قضية البيعة الربانية، البيعة الحقة، البيعة المباركة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، بأن جعله الله سبحانه وتعالى أميرا وقائدا وخليفة في أرضه من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه القضية التي رواها وروتها كتب المسلمين جميعا ودونتها
بصيغ كثيرة، وشهد هذه الواقعة ألوف مؤلفة من المسلمين. والواقعة الأخرى هي قضية مسألة التصدق بالخاتم من يد أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما كان راكعا في صلاته متوجها إلى ربه، وجاء أحد الفقراء ليسأل المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه لها دلالات عظيمة وكبيرة. قضية السؤال في مسجد رسول الله، عندما يخرج هذا الإنسان فاضل وفاض، ليس هناك من يتصدى لإعطائه هذه القضية التي تمس حاجاته، فإنه سوف يرتب عليها أثر. الذي تصدى لهذه القضية كما تصدى لغيرها ورفع كثير من القضايا عن كاهل المسلمين هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مثل قضية أنه لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه نزلت في قضية أنه بعض الشخصيات البارزة في مجتمع المدينة الإسلامي كانوا يمنعون بجلوسهم وبمكوثهم قرب رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير من الفقراء والكثير من المساكين، حتى لا يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف أنه دائما هذه الحالة تلفت النظر في كل عصر وزمان، أنه ترى المترفين يذهبون إلى المسؤولين، وهؤلاء اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو يحب أهل الطرف ويطرد المساكين. فنزلت هذه الآية لتبين معدن بعض الشخصيات أو كثير من الشخصيات التي تحدق بالرسول. بمجرد أن نزلت هذه الآية، هؤلاء امتنعوا عن المجيء ولم يتصدقوا بشيء حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الذي تصدق وبعد ذلك صار سببا في رفع هذا التكليف عن الناس هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما تصدق 3 مرات ليتكلم مع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ب3 كلمات. ثم بعد ذلك جاءت هذه القضية وهي قضية الصدقة، ونزلت هذه الآية التي تأخذ بالأعناق: قل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من الذي تصدق؟ من الذي تصدى؟ من الذي مزج الحالة الإنسانية بالحالة العبادية وهي قضية التصدق بهذا الخاتم؟ شوف، انظر إلى هذا المعنى العظيم، مزج القضية الإنسانية. هنا ترى القرآن بقضايا يقولون عليها أنه على 4 أشياء كما يقول الإمام الصادق. القرآن عبارات للعوام، أنا وأمثالي اللي ما نعرف شيء نشوف أنه القرآن عبارات وإشارات للخواص، كل كلمة فيها إشارة يفهمها الخاصة، وهناك لطائف يفهمها الأولياء. في القرآن لطائف يستخرجها الأولياء، وهناك حقائق يفهمها الأنبياء. النبي هو الذي يعرف الحقائق، الولي هو الذي يعرف اللطائف، الخاص هو الذي يعرف الإشارة، العام هو الذي يفهم أو لا يفهم مسألة العبارة. مزج الحالة الإنسانية
بالحالة العبادية في مسألة التصدق بالخاتم. شوف شنو هالقضية هذه. الله سبحانه وتعالى شكر هذه المسألة كما شكر أين عندما تصدق آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. ما أشد عطش الإنسانية لمثل هؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم. الحالة الإنسانية البارزة اللي خلدتها السورة القرآنية سورة الدهر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى أن تصل وين؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المفسرين عندما يمرون بهذه الآية يقولون: لم يقل أحد منهم إنما نطعمكم لوجه الله، وإنما علم الله بالنية الخالصة التي خالطت النفوس وجبلت عليها هذه الطينة الطيبة. فالله سبحانه وتعالى ترجم النية إلى قول كما هم ترجموها إلى فعل. هذه الترجمة شد لنا قبل شوية شنقول إحنا إشارات وعبارات ولطائف وحقائق. أنت دائما عندما تفعل وعندما تعمل وعندما تتصدق وعندما تعطي، كلما كانت النية خالصة وجد لها صدى عند الله وعند رسوله وعند مولانا صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. أنت بدون ما تدري في يوم من الأيام تراكم الكرم في أفعالك، تراكم العطاء في أفعالك، الله سبحانه وتعالى يقيض لها من يترجمها في الخارج وينوه بها. لا تظن إن الله سبحانه وتعالى لا ينقذك حقك في الدنيا والآخرة. يعطيك إياها أمير المؤمنين سلام الله عليه، تصدق بعد أن رأى هذا الرجل يقول: اللهم إني سألت في مسجد رسولك فلم يعطني أحد شيئا. وإذا بأمير المؤمنين في الصلاة يمد يشير بإصبعه أن خذ هذا الخاتم. هذا الخاتم كانت قيمته كبيرة أو كانت قيمته بالنسبة إلى المادة وبالمعنويات قيمته لا تقدر بثمن، بكل كنوز الدنيا، لأن سقط عليه عرق من جسد أمير المؤمنين سلام الله عليه. لامس تلك اليد الشريفة التي إذا مست الأرض اخضرت، وإذا أرادت أن تحول شيئا إلى شيء حولته بلمحة عين. هذه يد أمير المؤمنين. يعني القضية المعنوية لا تقدر بثمن. لا نتحدث عن القضية التي من خلالها إذا باع هذا الخاتم إيش قد يجيب له، لكن شوف انظر إلى الحالة الإنسانية. واحد من الأشخاص تصدق بكثير من الخواتم، ما أريد أجيب اسمه، أراد آية من الآيات تنزل وتنوه بفعل واحد منه. ليش انطى؟ شنو انطى؟ لأجل حتى الله ينزل بي شنو آية. بلكت إنه يقول: ويطعمون الطعام ويتصدقون وهم راكعون. ها، وإذا لا شوف إنه ده الله سبحانه وتعالى يكره المراءات، ما يحب المراءات.
المراءة تبطل الأعمال، تبطل الجزاء. لا يظن إنسان بعدين أنه إذا مثلا أعطى لأجل غاية من الغايات تشوف أنه أولا لا تقبل، وثانيا سوف تكون عليه وبالا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ينطيها بعد ذلك تكون عليه حسرة. هذه القضية، شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه أعطاها بهذه السجية، بهذه الكيفية. القضية التي نزل فيها القرآن في هذا الأسبوع الثانية وأختم بها هي قضية المباهلة، عندما جاء وفد نجران إلى المدينة ليباهلوا أو لا، ليناظروا أول شيء الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في أحقية دين الإسلام أو أحقية ما تبقى بين أيديهم من تلك الحقبة التي يسمونها النصرانية. هل هذا الحق أو هذا الشوف؟ انظر إلى هذه القضية. دائما أنت عندما يعجزك العقل، عندما يعجزك الجدال، عندما يعجزك المناظرة، آخر قضية في الإسلام ولا يلجأ إليها إلا من عنده حق محض، وهي قضية المباهلة. بعد أن 3 أيام في المسجد جدال مع الرسول، نقاش مع الرسول، لم يصل معهم إلى نتيجة، وإن كان بعض من عندهم كان عندهم يقين أن هذا الذي يتكلم معهم هو رسول مبعوث عنده حقائق عنده إشارات، لكن شنو القضية؟ وين صارت؟ قضية اللجاج، قضية العناد، القضية الأخرى اللي تدخلت بأنفسهم وهي قضية الرئاسة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. هؤلاء رؤساء غدا عندما يتبعون الإسلام ماذا يكونون؟ يكونون أتباع، حالهم حال الناس. الآن هذه الأنفس تطيع، تذهب إلى هذه القضية أو لا؟ أكو ناس تتكبر، أكو ناس مت حتى ولو كان فيها دخول النار. عمر بن سعد عليه لعنة الله، وعندنا محرم قادم، عمر بن سعد يقول أأقتل، أأترككم الكري والري منيتي؟ أنا راح يطوني ملك رئيس، أنا راح أصير، أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسين، حسين ابن عمي، والحوادث جمة، ولي في الري قرة عين. بعدين هو يعرف، يقولون شو يقول؟ يقولون إن الله خالق جنة وتعذيب وغل يدين. بعدين يقول أنا توب سنتين. فأكو نفوس تفضل الخلود في النار على مسألة التنازل عن قضية الرئاسة. وشوف أنه دماء على طول التاريخ من وراء شنو؟ أنه كل واحد إذا وصل لمسألة الكرسي يصير أنا ربكم الأعلى. فرعون قالها بصريح العبارة، لكن هؤلاء لا، يداهنون في مسألة أنه أنا ربكم الأعلى. وشوف أنه بعض الرؤساء خاصة في عصر يقول إذا رحت تخرب الدنيا، إذا رحت النظام كله يخرب. وعندنا مسألة غاية في التفاهة، أن أكو ناس مصدقة هالمقولة ومصدقة هالأفعال ومصدقة هالمصائب، أنه إذا رحت أنت تخرب الدنيا. ليش؟ تعرف ليش تخرب الدنيا؟ لأن تمشي الناس شنو؟ بالطرق البوليسية، بالشرطة، بالأمن، بالمخابرات، بالتكبيل، بالسجون، بالمطاردة، بالتشريد. طبعا راح رادنا مدة يا الله نرجع على هالجادة هذه، لأن انت شنو كنت معيش الناس برعب، معيش الناس بخوف. فمسألة الرئاسة، مسألة القيادة مو سهلة. هؤلاء وقفت عتهم هذه القضية، كيف يكونون أتباعا؟ قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إذا أنتم
تعتبرون عندكم حق، أنا ألجأ وياكم إلى الوسيلة الأخيرة، ولا يلجأ إليها إلا من كان موقفه يقينه بقضيته يقين عظيم. إذن تعالوا إلى قضية، شنو القضية؟ قال أباهلكم، ليش تباهلنا؟ قال أنتم اخرجوا وأنا أخرج بمن معي، وخلاهم بدون تفاصيل أكثر من هذه. غدا بعد صلاة الفجر يجتمع الناس في مكان خارج المدينة، لأن في عذاب هذه القضية. هم بيناتهم اجتمعوا، قالوا انظروا إذا خرج محمد بأصحابه فباهلوه، إذا طلع أصحابه باهلوه. أصحابي بأيهم اقتديتم اهتديتم، مو طلع. وإذا رأيت أنهم جاء بأهل بيته فلا تباهلوه. ليش؟ لأن الولد عزيز، الإنسان ما يقدم ابنه شو ما كان إلا يكون واثق من قضيته، إلا يكون واثق من موقفه. لما طلعوا الصبح هم من بعيد يريد يشوفون من معه، من وياه. وإذا به يأتي بمن؟ بالحسن والحسين، أحدهم بيده وأحد الثاني على كتف، أطفال صغار، وفاطمة من خلفه، وأمير المؤمنين سلام الله عليه خلفها. من بعيد شافهم هذا الرجل الكبير عندهم، لما شاف قال من هؤلاء؟ قالوا ريحانتاه ابنه الحسن والحسين وابنته فاطمة وابن عمه علي بن أبي طالب. يعني هذه أعز الأنفس، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وأنفسنا ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم. بعض المفسرين اللي عندهم زيغ عن علي بن أبي طالب يقولون أنفسنا يعني بها ابن العم، وهذه موجودة إنه ابن العم يقولون فيها هذا. لما رآه من بعيد وقالوا له هؤلاء أهل بيته، قال معشر النصارى لا تباهلوهم. ليش؟ قال إني أرى وجوها لو دعي بها على هذا الجبل لأزالته من مكان، شيله كله. إن باهلتموهم فلا يبقى نصرانيا على وجه الأرض إلا هلك. قالوا يا أبا القاسم أقنا، احنا نستقيلك، ما نريد نباهلك. فصالحهم الرسول وقال لهم أنه لو باهلتموني ما بقي نصراني على وجه الأرض. باهلوه صالحوه على شيء يعطونه للدولة الإسلامية. وهذه القضية أريد ألفت النظر بها، أنه مسألة الجزية أو مسألة الضريبة التي كانت يفرضها الإسلام على هؤلاء هي قضية لإجبارهم أو الأخذ بأيديهم إلى ما نعتقده نحن يقينا بأنه خير الدنيا والآخرة. بعض الأشياء خاصة أو عندما تراها في الطب مؤلمة، شوف بها ألم، العملية الجراحية ألم فيها، الكوي مثلا في ألم، بعض الجراحات فيها ألم، بعض العلاجات فيها ألم، لكنها شنو صارت؟ لأجل ماذا؟ لأجل شفاء الجسد، لأجل صحة الإنسان. هذه القضايا الضرائب التي كانت تفعل على بعض الناس هي لأجل قضية دفعهم إلى خير الدنيا والآخرة، كما نعتقده بأنه لا نجاة إلا من خلال هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه القضية لما فرضها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو إمام الرحمة، وهو سيد الرحمة، وهو عظيم الرحمة، فإنما بدافع قلبه الكبير، وإلا
لتركهم هكذا بعد أن طلبوا الإقالة، فأخذوا يدفعون هذه القضية إلى الدولة الإسلامية. إذا نحن اليوم نحتفل وننظر إلى هذه القضية من منظار أنها تشيد وتؤكد لنا صوابية المنهج الذي نحن عليه، وهو منهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. القضية التي أريد أن أختم بها وهي مسألة محرم الحرام الجاي إن شاء الله بعد ليلتين، يعني ليلة الثلاثاء، ممكن أكيد أنه أول ليلة من محرم هي ليلة الثلاثاء يوم الاثنين. احنا دائما عادة نقول فلنجعل من هذا الشهر شهر مميز، أو من هذه العشرة أيام عشرة أيام مميزة، بالحضور وبالتواصل وبالبذل. هذه الهجمة التي الآن ترونها على مواقع التواصل الاجتماعي، ترى هجمة هاي لا تظنوا أنها بريئة وأتت عفوية، وراها مراكز ووراها دفع ووراها قرارات، وهي تنفير الناس من العقائد، تنفير الناس من مسألة محرم، تنفير الناس من مسألة العزاء ومواساة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. الرد العملي على هذه القضايا هو بالحضور الكثيف في هذه المراكز وخلال هذه الأيام، لنعلن أننا مهما بذلتم من مال ومهما بذلتم من جهد ومهما بثيتم من دعايات وقضايا، نحن مع الحسين دنيا وآخرة، ولن نترك الحسين أبدا مهما فعلتم. نحن مع الحسين وسنبقى مع الحسين وسنموت مع الحسين، هذا شعارنا. أبد والله ما ننسى حسينه، أبد والله مهما فعل. تشكيك في بعض الشعائر، في بعض الممارسات بحجة أو بأخرى، وخاصة الآن يأتي وتأتي إلينا كثير من هذا ينظر وهذا يقول الحسين لا يقبل بكذا والحسين. دعوا الحسين للحسين، ودعوا أصحاب الحسين وأنصار الحسين للحسين. كل إنسان خليه يمارس حقه، مو بس أنت واعي. من يقول لك أنت أكثر وعي من هذا الإنسان اللي يمارس هالممارسات؟ من يقول أنت أكثر وعي من هذا الذي مثلا يلطم على صدره أو يضرب على ظهره أو قاعد يبكي بحرقه؟ أنت ليش تشكك بعقيدته؟ ليش تشكك بدمعته؟ ليش تشكك بلطمه؟ شنو الورا هذا؟ شنو الدافع؟ شنو تستفيده؟ راح تجي هذه القضية. فأقول وأكرر الرد أن نحضر بكثافة في هذه الأيام، لأنها هذه القضية قضية نصرة، هذه الدمعة وظفها أهل البيت لأجل نصرة الحسين. ترى الدمعة ممكن إنسان ما يعرفها شنو الدمعة، معناها مظلومية، الدمعة معناتها لافتة مكتوب عليها أن هناك شخصية قتلت مظلومة لأجل الإنسانية، توظيف للدمعة وظفها أهل البيت سلام الله عليهم. إحنا ما عندنا شغل عمل نروح نبكي، بس بكي بكي خب، تقدر تقعد ببيتك وتبكي قد ما تريد، بس هنا البكي إلى فد رمزية، فليبكي على مثل الحسين، فليبكي الباكون وليضج الضاجون، ضجيج عجيج تعيج أنين صاحب العصر والزمان يقول لأبكينك بدل الدموع دما صباحا ومساء. ما عنده شغل عمل الإمام صاحب العصر والزمان، لكن هي مظلومية متعلقة بالإنسانية. فرد عملي تكرر الرد العملي أن نأتي إلى هذه الأماكن بكثافة، وخاصة الشباب. كل شاب يدعو الشباب اللي يقول له تعال احضر، واسل الحسين في هذه الأيام، فعل الحسين عشرة أيام في قلبك هذه العشرة، وبكل جهد حاول كل احنا نكون خدمه، ما حد يقعد، كل احنا نكون خدمه، كل واحد عنده شيء، وخدمتك أبدا ما ضيع وحقك مهما فعلت، حتى قلاص الماء اللي تقدمه، حتى
حتى هذا الصحن اللي يشيله، حتى هاي الزبالة، حتى الكلينسي، حتى القضية كلها مسجلة في دفتر الحسين. احنا على ابواب فتن وفي بدايات او قرب عصر ظهور مولانا صاحب العصر والزمان، والانسان المفروض يكون عند هذا التفعيل لقضية الامام الحسين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يأخذ بايدينا وان يهدينا الى سواء السبيل، وان يمن علينا بعدم التزلزل وعدم التبلبل بولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لنقرأ كلنا دعاء الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. We have another speaker want to talk about something. Sayyid Musawi. Yeah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, Amisha. مورد تایید مولا امام زمان قرار داشته باشید، صلوات قرایی خط بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبو القاسم مصطفى محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، ولعنة الله على قوم الظالمين، ظلم الحق محمد وآل محمد. إن شاء الله to be rewarded from this majlis inshallah and the light of Behesht, the light of paradise to be reached at our ancestors who are no longer alive amongst us, and especially my parents and whoever who has lost their parents, their moms and their dads, who took our hands and brought us and made us to be familiar with these kind of majalis. But Muhammad, Al Bayt Muhammad, salam. I'm sorry, I apologize, I'm not a good speaker, nor am I a sheikh, and I am after this Buzurgavar, so I apologize for that. But because of the Ghadir past, I just wanted to talk about very short, because I don't want to take your time, I know it's kind of late, but just to think about Ghadir and then relate it to many other places, and it's not going to be ended in Karbala. Now, this is a revolution that Allah subhanahu wa ta'ala wanted us to go through. When
Mankind was created and Shaitan refused. Hazrat Adam and was rejected by Allah. That's the beginning. Now, there are only two ways in this life. Either you follow Shaitan, Iblis, or you follow Allah and all the prophets and Imams and Awliya and Awsiya who came. So we have basically very much informed. It is not that, this is my personal belief, it's not that Allah left us alone and then we get lost in the middle of a desert somewhere that we don't know where to go. Allah always showed us the direction. And from Adam to Ibrahim, and Hazrat Ibrahim alayhi salam built the very sacred place for all Muslims, and I believe for all mankind, Mecca. So he built Mecca so we don't get lost. We know where to go and how to go to the Baitul Haram, which belongs to Allah Jalla Jalalu. From then that Abraham, the prophet of God, Khalilullah, the one who broke all the statues of non-believing, the statue of misguidance that Abraham showed to the world at the time, that only there is one choice and that's Allah, and we are created by Allah, so we are going back to Allah. And that's exactly inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. This is exactly what we have to understand, is that we have a limited time. That limited time can make us to be the ashabul Jannah or to be the ashabul Shaitana and ashabul Iblis. Inshallah, you all, I can assure and I can look at your faces that you are also going to do dua for me so I can be part of you guys. But Muhammad, all the way to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When the Prophet Habibullah, the Prophet of kindness and friendship, the Prophet of brotherhood, was praying by himself in the mountain, and he was shedding tears, and the drops of tears were creating a river, a current of water. And that came all the way to Ghadir, to Ghadir Khum. It filled that well full of water. So one day, when the Prophet becomes and he is appointed by Allah to announce the last religion of Allah, Islam, then he's gonna be doing the last pilgrimage and he's going to stop in Ghadir. Now, why Ghadir? Because in Ghadir, there were Muslims from different directions that they had to separate from one another. And so that was the place to hear the last wishes of the Prophet. Ghadir is the center of unification, and Ghadir is the center and the start of the path to Munafiqun. It's exactly easy. People, they unitedly announced and they accepted the Wilayat Amir al-Mu'mineen alayhi salam, and they said and they shook hand and they even wished him and they said, oh Ali, you're so lucky that you are my Mawla and you are everyone else's Mawla. And then this is exactly between the struggle between the mind and the heart.
The mind were not with Ali. The heart was were not with Ali, alayhi salam. Everyone who did purely agreed with what the Prophet asked them to do and what the Prophet wanted them to be part of Ali alayhi salam, so that they don't get misguided that we have this problem right now today. If we only had no one there to just say it and not believe in it. They said it, they agreed with the Ali alayhi salam, they agreed with the Prophet at the time, but then after, because they didn't believe in it, they didn't have love and affection for that moment and that ceremony of Ghadir. So Ali alayhi salam basically was accepted by all Muslims, by all mankind in that pilgrimage, the last pilgrimage of the Prophet, and Ali alayhi salam at the same time had many who didn't agree with him, but appearing that they accepted Ali alayhi salam. Then they made their way. They separated their path. They separated their way of walking. They talked, they said, they agreed with Ali alayhi salam, but then they went to the different direction. Exactly. It was a point that I remember right now, and I was talking to the Sayyid at the beginning when we said we greeting each other, and we said, "Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Not always saves people, because if that was the case, then all those Daesh and those bad people that they did so many bad things, they all read and recite Quran. They all say the same thing, Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. It is up to our action that we apply this Kalimatullah in every days of our life. That's basically, we have to attach ourselves to the Kalimatullah. By just saying it and not truly believing it, that's exactly what happened in Ghadir. And those who claimed that they were the friends of Imam Ali alayhi salam. But Muhammad, all the way to Muhammad, salawat. Aflaha man salla ala Muhammad wa Ali Muhammad. We would like to thank you very much, and we have time for, I think it's stomach time, right?